يبقى فرع اخير وهو الكلام على جلد الميت. هل يجوز بيع جلد الميت ام لا؟ قلنا الاجماع على حرمه بيع الميت، حرمه بيع الميت الاجماع انعقد على ذلك. لما؟ لان الميت لا تتكلم، فان كانت لا تتكلم فيحرم بحال بيع الميت ولا اكل الميت ولا تعمل، لانها لا تتكلم. فان كانت لا تتكلم ها ما لا لا تتكلم سكوت، يعني لا يجوز بيعكم اي ايضا. اتقوا الله. ما لا علم سكت. طيب العله في حرمه بيع الميت والاتفاق على ذلك ان الناس ان الله حرم بيع الخمر والخنزير وايش والميت والاصنام، والميت حديث جابر وحديث صريح اصل في المساله. وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حرمت عليكم الميتة كل الميت، اكل شرب عصير صحيح ولا لا، ايضا بيع وشراء. ودل على ذلك حديث المساله ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، ان الله جل وعلا اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يبقى لنا الكلام على جلد الميت. طب الميتة خلاص قلنا انها نجسة فلا يجوز بيعها، فهل جلد الميتة ينزل منزلة الميتة ام لا؟ هذه المسألة. اما في المذهب فجلد الميتة ينزل منزلة الميت ولا ينزل منزلة الميت. جمعنا هنا بين النقيضين، قالوا ينزل تارة ولا ينزل تارة اخرى، وقد خالف ووافق العلماء المذهب الشافعي. لكن نقول ينزل تارة حينما نقول جلد الميتة دي إن لم يذبح فهو ميت فلا يجوز بيعه، جلد الميتة دي إن لم يذبح فهو ميت نجس لا يجوز بيعه. واستدلوا على ذلك بالتفصيل العام بقول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة. فالميتة هنا ألف ولام استغراقية كل الميتة، وجلد الميتة ينزل تحت العموم. ولأن الرسول لما مر عليهم قال: هل انتفعتم بها او بها؟ فقالوا: انها ميته. قال: انما حرم اكلها. هذه ايضا فيها دلاله على التحريم، ان هو قالوا ميته، وهذا فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، هم تكلموا بذلك رجما بالغيب، لكن تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاذا قالوا ان كانت لم تذبح فهي تنزل منزله الميته، حكمها ميته ولا يجوز بيعها، وان دبغت جاز بيعها، وان دبغت جاز بيعها. قالوا: لانها بالدماغ قد انتفت العله، والقاعده الاصوليه الحكم يدور مع علته حيث دار. اجابه مسبب وجودا وعدما. قالوا: حرمت للنجاسه، لما دبغت صارت طاهره. انقلبت العين ولم ينقلبت؟ لما انقلبت العين من النجاسه الى الطهاره صح بيعها. لما انقلبت العين من النجاسه الى الطهاره صح بيعها. قال: وما الدليل على انقلاب العين؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ايما ايهاب دبغ فقد طهر، ايما ايهاب دبغ فقد طهر. قالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم دبغ فقد طهر طهر، وما قال يباع، ما قال يباع. قلنا: هذا من لوازم الاحكام. كيف ذلك؟ حفظ بقى لنا نريد تفسير. كيف ذلك؟ وش الدليل على انه يباع؟ الاصل. ايش الاصل؟ وش الاصل؟ انا بسالك اهو، وش الاصل؟ وش الدليل؟ وين الدلاله هنا على البيع؟ خلق لكم، خلق لكم للنوم، للاكل، للمداعبه، لكن ليس للبيع. وش الدليل على انه يباع؟ انت قول بقى هذا، ما تعملش فيه ابو فراس. افهم صح النص. كل النص دل على العموم، من العموم البيع وايش؟ والشراء. فمن رام التخصيص فلا بد ان ياتي بدليل. لكن هي عافيه تفعل بالصبر. طالب العلم ما ينفعش يكون تفعل بالصبر، لازم يعرف كيف يحلل الادله عشان يقف وثيقا فيما يتبنى. فنقول اذا عندنا التقصير العام كل طاهر يجوز بيع بما دللنا من الادله الكثيره على ذلك المتوفره على ذلك. نقول إذا دبغ طهر إذا جاز بيعه، هذا القول المذهب. وافق المذهب المالكي في قول الله، قالوا بذلك. وإن كان هناك تفصيل عند المالكية أيضا بجواز الافتراش دون البيع أو غيره، هناك تفصيل، لكن في الجملة وافقوا المذهب. خالف المذهب الحنابلة والأحناف. أما الحنابلة خالفوا المذهب للتقسيم، وأما الأحناف فقد وافقوا المذهب في التأصيل وخالفوا في التطبيق. كلام عجيب. الحنابلة خالفوا المذهب، لما؟ التأصيل مختلف، فلما اختلف التأصيل اختلفت الأحكام، وهذا ليس بعجب.
العجب كل العجب ممن اتفق في التأصيل وخالف في التطبيق. قالوا كيف؟ فسر لنا، وضح لنا، أليس هذا من العلم؟ قلنا نعم. أما الحنابلة فقد خالفوا في التأصيل، قالوا الجلد من الميت وهو جزء منها، والجزء من الشيء يأخذ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه، والميت حكمها حل بيعها. خطأ وهم. الميتة حكمها حرمة البيع للنجاسة. إذا الجلد الجزء منه يأخذ الحكم، حرام بيعه لأنه نجس. قالوا ولا يطهر بحال، مفهوم؟ قالوا لا يطهر بحال. فهؤلاء خالفوا التأصيل، خالفوا التأصيل، قالوا إذا جلد الميتة لا يؤثر فيه أي شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استدل طبعا بحديث وأنا فصلت ذلك في الطهارة، لا تنتفع من الميتة بإيش؟ بإهاب ولا بعصب. وأنا فصلت القول في هذا في صحة الحديث أو ضعف الحديث، فصلت ذلك في الطهارة. لكنهم خالفوا التأصيل وقالوا إذا تأصيلكم بأنها قد تطهر هي لا تطهر، يبقى الحكم على ما هو عليه، ما زالت نجسة حتى لو دبغت. إذا لا يجوز بيع جلد الميتة بحال من الأحوال. الأحناف قالوا لا لا لا، طهرت أو لم تطهر هي أصالة على الحل. كأننا نقول بأن المذهب عندنا قالوا بالجواز على التفصيل، وقال أحمد بالمنع مطلقا، وقال الأحناف بالجواز مطلقا، بالجواز مطلقا. قالوا طهرت أو لم تطهر جاز بيعها. قلنا كيف؟ أليست نجسة؟ قالوا هي من النجاسة بمكان، فاتفقوا في التفصيل هي من النجاسة بمكان. حالة كونها جلدا لم يذبح، حالة كونها إهابا، حالة كونها جلدا، حالة كونها جلدا نجسا يجوز بيعها. قلنا لما يجوز بيعها؟ قالوا لأنها إيش؟ لأنها ينتفع ممتاز. قالوا لأنها ينتفع بها. وهم خالفوا في التقعيد، قالوا كل منتفع به جاز بيعه، كل ما ينتفع به جاز بيعه. لذلك ارتقى الحكم على السرجين بنفس القول، قالوا هو الجلد ينتفع به، فإن كان ينتفع به لبسا أو افتراشا أو غير ذلك فيجوز بيعه لأنه منتفع به. لا سيما وأن التقصير العام هم يقولون الآن الجلد ولو كان نجسا علامة تقويمه مالا أنه انتفع به، والأصل التقصير العام في شرعنا لا يجوز بسبب المال، وعدم البيع فساد المال. قالوا النجاسة ولو كان نجسا ان ينتفع به فهو متقوم، صار مالا لم ينتفع به، واذا صار مالا فالتقصير العام لا يجوز فساد المال وعدم البيع فساد المال. فهذا كلام وجهه نظر فقهيه، ليست بهين عشان ما احد يهدر كلام العلماء اهدارا هكذا، فهم يقولون بهذا، هذه وجهه النظر الفقهيه عند علمائنا. فلك ان تقول الان الحنابلة قالوا بذلك، الحنابلة قالوا بذلك، الحنابلة وافقوا الشافعية، فما الراجح الصحيح؟ الراجح الصحيح الوسط، لا الجواز مطلقا ولا المنع مطلقا. التفصيل هو الذي فيه العلم، والتفصيل هو الذي يسعد به المرء يدور مع الاثار حيث دار. حينما كانت نجسة نزلت تحت قول الله جل في علاه حرم عليكم الميتة، نزلت تحت قول الله من الله اذا حرم شيئا حرمه ثمنه، وحينما دبغت صارت طاهرة، فما صارت طاهرة وانتفع بها جاز بيعها، فدار مع الاثار حيث دار. فقول الشافعية وقول مذهبنا هو القول الصحيح، ونحن نقول يصح علميا ان نبين القول الراجح مع الرد على المخالف لتسلم الأدلة حتى تقف طالبا للعلم حقا. فإذا خدت ذلك فلابد أن ترد على المخالف، لا أن تخطر المخالف، صحيح ولا لا؟ ولا أن تقول بأن المخالف أصلا ما فقه المسألة وليس له علم وليس له نظر، هذا ليس بصحيح. لعل الحق مع إيش؟ مع المخالف، ليس معك. فأنت دينا ماذا ستفعل؟ ستتسع، يتسع أفقك، وتقول ننظر للمخالف وما أدلة المخالف، فلو كانت راجحة والله لنأخذ به. ليه؟ لا، هذه الإجابة ليست صحيحة، ليست الإجابة للمغرب حبيبي. لما؟ لأن هذا هو الدين، أنت مأمور شرعا أن تبحث عن إيش؟ عن الحق فتصبح خلفه. إذا قلنا بأن قول الشافعية هو القول الصحيح فيلزمنا أن نرد على المخالف، عشان كده قلت طالب علم متحرر الحمد لله لا ينجر، يكون متحرر حتى في الاعتقاد، يأتيه الدليل فيأخذ بالدليل ونابع الدليل الاعتقاد، لا يعتقد ثم يستدل، فهذا يهرب بالنصوص. عامة نقول هذا قول صحيح، قول صحيح وقول الشافعية،
أما الرد على الحنابلة فنقول الحنابلة قالوا بأن الجلد لا يدب. قلنا قولكم يقدم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر. الإهاب هو الجلد قبل الدبر. أيما إهاب دبر فقد طهر. وأما ما تعلقتم به لا تتبعوا من الميتة بإهاب ولا تعصب حديث ضعيف. فإن صح تنزلا معكم فإنه قال بإهاب والإهاب هو الجلد قبل الدبر فلا ينتفع به لأنه نجس. فالصحيح رواية ذلك الحابلة يسهل علينا الرد عليه في هذا لأن قولكم خالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم بمن نأخذ. قد قال الله لنا في علاه وما أتاكم الحابلة ولا قال وما أتاكم الرسول. قالوا وما أتاكم الرسول فخذوه. وأما الأحناف فوجدت النظر عندهم قوية بأنه مال متقوم حالة كونه نجسا لكن لا نرد عليه النظر لأن النظر عندهم صراحة النظر عندهم ينتفع به إذا جاز بيعه. الرد عليهم فقط هو الأثر. لولا الأثر لأخذنا بنظرهم. والأثر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وقد حرم الله جلد الميت. حرمت عليكم الميت يدخل تحتها الجلد. فلما حرم الله الجلد قد حرم ثمنه. وبهذا الأثر ينقطع كلام احنا. لكن لو كانت المساحة مساحة نظر فنظرهم أقوى من أي أحد. مفهوم الكلام؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة. مسألة ثانية تابعة لهذه المسألة إذا قلنا بالميتة السرجين. السرجين أو السرطين وهو البعر بعر البعير طيب أو ذرق الطير. يمشي العصفور مثلا أو الطير فذرق الطير أو بعر البعير هل يباع أم لا؟ اللي هو عندنا بيسمى إيش؟ ده فيه مكان كامل اسمه عند فرقة العنب صحاب فرقة العنب اسمه جبل إيه؟ هو هذا البعير والبعر جبل الجن طيب فهو أسئلة هل يباع ولا ما يباع؟ سباخ طيب هو عامة يعني المسألة هنا جوهر المسألة فيما يؤكل لحم أو لا يؤكل لحم حتى لو قلنا فيما يؤكل لحم الشافعية يرون النجاسة فالجمهور يرون عدم جواز بيع السرجين. الجمهور يرون عدم جواز بيع السرجين. الشافعية طبعا مذهبنا ووافق الشافعية الحنابلة وأيضا قول المالكية قالوا بحرم بيع السرجين. لما؟ قالوا نجس والنجاسة أصل في حرمة البيع. لما؟ لأن الله تعالى قد حرمت عليكم البيت. فبحثنا عن العلة ووجدناها النجاسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة والأصنام والخمر وكل ذلك إلا فيه عندهم إيش؟ النجاسة حرم ثمن الكلمة أنه ينتفع به. علمنا أن التحريم هنا بسبب النجاسة. قال السرجين نجس فإذا لا يجوز بيعه. أما الأحناف فقالوا أما السرجين هو السماد يعني فيكثر ويعم خيره. الأرض ينتفع بها والثمرة تغسل ينتهي الأمر المؤثر في الأصل الثمرة تغسل. فقالوا أما السرجين فيباع ويجوز بيعه مع أنهم وافقوا الجمهور في إيش؟ بالتفصيل اللي هو النجاسة ممتاز وفقوا في النجاسة وقالوا يباع للقاعدة التي قاعدوها نظرا أنا وهي كلما جاز الانتفاع به جاز بيعه. نحن نقول لكم نحن نوافقكم على الحكم ولا نوافقكم على التوجيه. نحن نوافقكم ونخالف مذهبنا نخرج من المذهب الشافعي لا نحن نوافقكم على الحكم ونخالفكم في التوجيه الفقهي. قالوا كيف؟ قلنا يجوز بيع السرجين ونحن ندين الله بذلك يجوز بيع السرجين او البعر هذا يجوز بيع السرجين ونخالفكم في ايش؟ في التوجيه. نحن نقول ينتفع به وهو طاهر ينتفع به وهو طاهر. والدلائل على ذلك كثيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين نصح لهم ان يشربوا من البانها ومن ابوالها ان يشربوا من البانها ومن ابوالها. النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيد وامر ام سلمة رضي الله عنها وارضاها ان تطوف ليلا خلف الناس على بعيد. الطواف ممكن ياخذ قد ايش؟ كم من الوقت؟ 10 دقائق ربع ساعه ممكن ياخذ نصف ساعه ممكن ياخذ ساعه عند الزحام صح ولا لا؟ يستبعد الا يبول البعير سيتأدب لأنه في الصحن مثلا لا ويعقل شيئا فوارد. فإن كان واردا ومحتملا فإننا نقول هذا يدل دلالة واضحة على أنه ليس نجسا بل هو من الطهارة لمكان. وهذا الرجل صحيح هذا الرجل ذرق الطير الحمام على الطهارة وأيضا البعر على الطهارة وينتفع به سمادا. فلذلك نقول يجوز بيعه لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه ينتفع به والأمر الثاني لأنه إيش؟ طاهر. اتفق فيه
الشروط بأسرها، لذلك نقول خلافة الشافعية يجوز بيع السرجين. يبقى لنا الكلام على بيع الخمر والانتفاع بثمن الخمر، وإلا نقول بيع الخمر جائز. توكيل التوكيل توكيل غير المسلم في بيع الخمر، إن هذه قد قال بها يعني لا لم يقل بها عمر بن الخطاب، اتق الله. والله لم يقل، شوف أنت فهمت خطأ أقول الآن. قال بها أحد القائلين أصحاب الفتوى، قال بها ذلك، قال بها وقال يعني اجعلوا يبيع، وإحنا ممكن يأتي بدكان ويأتي برجل كافر يبيع الخمر ما فيها شيء. توكيل الكافر في بيع الخمر يجوز ولا ما يجوز؟ هذه المسألة التي سنتكلم عنها إن شاء الله. أما استدب قضية عمر، قضية عمر ليس فيها ثم التوكيل بحال الأحوال. عمر قال ولوهم بيعها، خذوا أنتم ثمنها، هذا سنبين إيش التوكيل فيها، هذا فرق. وبعد ذلك إذا قلنا إذا بيعت هل ينتفع بثمنها أو لا ينتفع بثمنها، هذه مسائل مطروحة إن شاء الله تكون في الغد. إن احتمل الإخوة تدربوا على المجموع فإن الفقيه كالذهب خالص، بل هو الكبريت الأحمر، لا أقول كالكبريت بل هو الكبريت الأحمر. إذا قال المحدث كبريت أقول لا لا أخطأ، الكبريت بحق في هذه الأمة والفقيه، بل الفقيه المحدث. فيعني من رام العلا فليجتهد، لعل الله تعالى يجعله منها.